السلام عليكم وتحية للموقع أشواقع. هو اليوم واقع، هو اللي واقع اليوم إن شاء الله في العاصمة الرباط، اللي غادي اليوم ندير واحد الكليب مع بدر المعروفي اللي اتصل بيا وقال لي يا كريمة أنك غادي تديري معي واحد الفيديو كليب. قلت لي مالا انسى اخي، وديجا انا تعاملت معاه لانه كان دار الاخراج ديال الفيديو كليبات ديال الفنان والصديق عبد السلاوي. صافني تقول لي مبروك جواج، دابا نسولك عليه. ضحكوا ضحكوا شي شويه. شكرا مره اخرى للجمهور المتتبعين. كريمه وصلت لي ساندوني وفرحوا لي داخل ارض وطن وخارج ارض وطن على هذا الشقه اللي تهدات لي. شكرا مره اخرى للصديق وزميلي تاتت عليه الفكره انه قام بهذه البادره، وكانوا الناس اللي سهروا وقفوا وعطاو. تنشكرهم بزاف، من اولا كان يعني المساند الاول اللي كان ساهم ويعني ودار واحد المجهود، يعني دار مجهود كبير زعما الصراحه، اللي تنشكرها بزاف صوفيا طالوني، تنشكرها بزاف على المجهود. يعني بعد العمليه قامت يعني دارت واحد يعني مجهود يعني ماديا ومعنويا. شكرا انا لتل الشركه ديالها صوفيا استيتيك قايمه بواحد المجهود اللي جميع الاطر اللي معاها، وساهمت حتى في الشقه، وهي والسيد صاحب التجزئه السعوديه اللي السي خالد العامري، تنشكرو حتى هويا لان هذا السبب. كان دائما كنقول لصديقي واخي الفنان سعيد النصيري، لان كنقول كريمه وسط ضروري نوقفوا ليها باش نديروا اتصل بهاد الناس، وهذا يعني من غير صوفيا طانوني اتصل بالناس اخرين وكانوا لي سبونسور وكان، والحمد لله كنتمنى تدخل بالخير. المهم مستورين والحمد لله. شكرا مرة أخرى على البادرة، وشكرا كاع اللي كيساهم ومن قريب ومن بعيد بكلمة طيبة لأختكم كريم وسط. وهو الفرحة، شوف خويا يعطوك ريتسو يعني ريتسو شي عاكو زينو وخلاو هذاك وحمام وبخير، يعني كتكون بالاسم ديالك راه كتكون فرحان، كتقول الحاجه ديالي ملكي. كانت فرحه وبكيت وقلت هذا الاهداء كنهدي للام ديالي وليداتي، هذا هو المضمون من هذا الشيء كامل. الفرحه راه اي واحد ما كيكونش عنده مثلا سكن او لا كاري او لا مقهور ولا، ولكن خاص يعرفوا بان راه ماشي كريم وسط اللي مقهوره او لا ما عندهاش، كاينين ناس وكاينين جنود خفاء وفنانين اخرين اللي خاصهم محتاجين تما. وكنتمنى تكون هذه البادره الفنانين لا مفاجاه صراحه، لان حتى الطريقه باش تعاملوا معايا بان بحال كاين السهره وغادي مثلا يخلصوني فيها، اري الكونترا اري لا كارت ديالك اري هادي يعني باش نعمرو. هذا هو تتفاجات، وكاين حفل يعني هذيك السهره غادي يكون فيها نجوم، هذا اللي تتفاجات في يعني الجائزه الدار. الحمد لله ما عندناش وما خصناش، اللهم لك الحمد، مستورين مع الوالده، لان ملي كتكون ساكن مع الوالدين يعني المده ديال يعني عرفتي السكن ديال الحياة الشعبية، وهذا الحمد لله حي شعبي راقي، وهذا فهمتيني. هو ملي كتكون مساكن مع الوالد 50 عام ولا 60 عام كان الحلم ديالك انك تحقق بيت ديالك او لا تحقق لهم بيت، المهم سواء مشاو معاك ولا ما مشاوش معاك، المهم كتحقق انت البيت ديالك. والحمد لله سورين، ولكن ما عمرنا ما كنسى الاصول ديالنا وكيف كنا. لا هو باقي ما تحولش، لا باقي خويا ما نكذبوش او تغيرت لي النمط
انا ري خويا بلاتي نرسيون ونستاسيونيون نشوفوا بعدا فين غنحطوا فين غن شنو ناقص وشنو غيا نمط جديد غيا تخيل نمط العيش ديالك الجديد. الحمد لله شوف حتى حاجه ما كتغير كيف الجديد غير هو كتقول كتسع من واحد الجانب كتبدا تتبدل الحيوط تتبدل الاجواء وصافي. اما السكن راه اللي خليتيها اللي نعطيك مثال ليها صافي صافي ولي اللي مولف شي طابع طابع ولي مولف واحد الجو فهمتيني هذا الشيء اللي كاين. اما بالعكس حتى حاجه ما غادي تبدل الا الاجواء اجواء وكتبغي تمرح تيجي عندك الحباب والعائله ولا يبيت عندك شي حد. كاين اللي كيكون مثلا عنده سكن مضيق ولكن كيجي عنده شي حد هكا يضرو كيمشي. كاين اللي كيجي من بعيد تيقول حبابي باتوا عندنا وهذا فهمتيني. وهذا دابا ما عرفنا الخير فين كاين يقدر يجي منزل اخر وما تعرف هنا. لا 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 ما كاينش ما نكذبش وتنحييهم حتى هما يا زعما يعني من شي حوايج كنتفاجئوا بهم غادي يكونوا من هنا من بعد وصافي. اما بالنسبه لوزاره الثقافه يعني الدور ديالها راه قايمه به مع الفنان في حوايج اخرى ما هو ثقافي ما هو. قلت لي لي مالا انسى اخي وديجا انا تعاملت معاه لانه هو كان دار الاخراج ديال الفيديو كليبات ديال الفنان والصديق عبد السلاوي وهذا يعني اقتراح كان اقترح عليا عبد بدر الدين معروفي على الكليب ديال الشريفه التيجانيه وسكن لان كنتمنى ان شاء الله تشوفوا لان السكينه ديال المعقول اللي غتطلع في كريمه وسط ونتمنى ينال الاعجاب ديالكم. وبدر الدين معروف راه معروف هو اولا دائما كيتحفنا بالاغاني ديالو الكلمات ديالو الالحان ديالو جميله ورائعه. واليوم انا كنشارك معاه في هذا الفيديو كليب اللي كنتمنى انني نكون في حسن الظن ديالو ديال المشاهدين ونتمنى ان شاء الله نكون في المستوى. الحمد لله الحمد لله ما عندناش وما خصناش اللهم لك الحمد اللهم لك من طبيعة الحال مع وليداتي مع امي واللهم لك الحمد. وبهذه المناسبة نيت رمضان الكريم داز كل شيء بخير نتمنى وان شاء الله عيد الفطر ان شاء الله يكون بالصحة والسلامة وطول العمر للجميع ان شاء الله. شكرا لكم وشكرا مرة أخرى لأشواقع وكنتمنى أنكم تشاهدوا هذا الفيديو كليب مع بدر الدين محروفي للشريشات التيجانية وكنتمنى أن نكون في المستوى وفي حلة جديدة ونكون مسوكنة وعواشركم مبروكة وعيدكم مبارك وصبرك الله على أشواقع. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.